السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج بروجكت ميلر بيساعدني لو أنا عندي تبصيلات الأبعاد وعايز أشوف الشكل قبل ما يتبع وأتأكد منه. باجي هنا وأروح مختار الشكل دي كلها بالذات هو بيدعمها، يعني ممكن تقول OBG أو 3DS أو OFF أو LWO أو BLY أو TBF، أي امتداد من الامتدادات اللي إحنا ممكن نطبعها زي DWG أو DWF. ممكن تكون تعمل النموذج بتاعك مثلا في الريفت فنصدره اف بي اكس واروح مدينه للطبعه، او 3 دي ماكس اصدره اي امتداد من الاثنين دول، او ممكن اصدره اوتوكاد. يعني اي شكل عندي سلسله الابعاد ممكن اوديه هنا وبعد كده ابدا اطبعه. ممكن اعمل له اكسبورت اللي ممكن تبقى على طول اس تي ال او اوبجكت، وممكن ابدا اتفرج على الشكل دوت الريزولت. أقول مثلا عايز أشوف الثيكنس، عايز أشوف الهاي، تمام. وممكن أجي هنا أعمل كليبنج بالشكل دوت عشان أبدأ أتفرج على الشكل، تمام. أهو بالشكل دوت. ممكن ألغي كليبنج أقول له نعم، فتبدأ تشوف الشكل وتبدأ تعدل بعض الخصائص البسيطة، وبعد كده تروح قايل له إيه اطبع، فيطبع لك النموذج بتاعك على الطبعة الثلاثية.